أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم. بلا شك راكم حيرين وما عارفينش راسكم واش ناجحين ولا لا. اليوم غادي تعرفوا معايا كيفاش كنحددوا عتبه النجاح وشكون المسؤول على التحديد ديالها. هذا الفيديو دائما من انتاج قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، لان هيا بنا نتعرف من يحدد هذه العتبه وكيف تحدد. اولا المحور الاول، كيف تحدد عتبه النجاح؟ إذن عتبة النجاح هي واحد النقطة أو معدل سنوي كيمكن من تحديد التلاميذ والتلميذات الناجحون والراسبون لكل موسم دراسي. دونك هذا المعدل هذا ولا هذه عتبة النجاح هي اللي كتمكننا باش نقولوا أن التلاميذ هذوما ناجحين وهاد التلاميذ هذوما ساقطين ولا راسبين. هذه العتبة تحدد انطلاقا من معرفة مستوى تلاميذ مؤسسة معينة أو مديرية إقليمية معينة، بمعنى أنه هذه العتبة كتحدد على حسب المستوى ديال التلاميذ في ذاك المؤسسة. مثلا أنا عندي واحد المؤسسة معينة المستوى طايح، يعني المعدلات ناقصين بزاف، يعني ضروري غادي يجتمعوا وغادي يديروا واحد القرار ديال أنهم ينزلوا العتبة ويصيفطوا هذا القرار للمديرية الإقليمية باش تحسن فيه. إذن كما هو معلوم فإن عتبة النجاح غالبا ما تكون هي النقطة 5 على 10 في الابتدائي و10 على 20 في كل من الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي. هذه باينة لأنه عتبة النجاح دائما كتكون 5 على 10 في الابتدائي و10 على 20 في الثانوي والإعدادي. ولكن بناء على مجموعة من الظروف كيمكن لهاد عتبة النجاح أنها تغير لتصبح أقل من المعدل، يعني أقل من 5 في الابتدائي وأقل من 10 في الثانوي والإعدادي. إذن إحنا حاليا مع فيروس كورونا كوفيد 19 كنعيشوا واحد الظرف اللي هو صعيب بزاف. اذا مع هذا الوضع الاستثنائي اللي كتمر منه البلاد ديالنا، غالبا ما سيتم اعتماد المرونه في تحديد وتدبير هذه العتبه ديال النجاح. ان شاء الله باذن الله غادي ينجحوا عدد كبير من التلاميذ. نمر الان الى المحور الثاني. ده المحور الثاني، من المسؤول عن تحديدها، يعني من المسؤول عن تحديد عتبه النجاح؟ اذا من المسؤول عن تحديد عتبة النجاح؟ هل المؤسسة وأساتذتها أم منظومة مسار؟ إذا كنعرفوا منظومة مسار اللي كيدخلوا فيها النقاط. بالنسبة لبرنامج مسار ليس له أي دخل في تحديد عتبة النجاح. إذا المنظومة ديال مسار ولا برنامج مسار عنده حتى دخل في العتبة ديال النجاح، يعني هو فقط كندخلوا في هذوك النقاط وكيخرجنا لي بولتان. أما المسؤول الرئيسي عن هذه العتبة، تبع معي الآن، هي مجالس الأقسام التي من اختصاصاتها اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم نهاية السنة الدراسية، وذلك طبعا بناء على النتائج المحصل عليها. دونك هذه المجالس ديال الأقسام من اختصاصات ديالها أنها تقرر الانتقال ديال التلاميذ أو الرسوب ديال التلاميذ، النجاح ديال التلاميذ ولا السقوط ديال هاد التلاميذ. وهاد المجالس كتسمح لهم بالتكرار، مثلا ملي كيبغي شي واحد هو يكرر من ذاته، مثلا ملي كيكونش جايب شي نقطه مزيانه وكيبغي يكرر، او فصلهم نهايه السنه. وكل هذا كيتبنى على النتائج المحصل عليها. اذا هذه المجالس يترأسها مدير المؤسسه، المدير هو الرئيس ديال هاد المجالس، وكيكونوا ايضا الاساتذه ديال الاقسام وممثل عن جمعيه اباء واولياء التلاميذ. بالنسبه للمكونات ديال هاد المجلس كتختلف من سلك لاخر، يعني كتختلف من الابتدائي الاعدادي للثانوي، ولكن الاطراف المهمه المتدخله هم مدير المؤسسه، اساتذه الاقسام، وممثل عن جمعيه اباء واولياء التلاميذ. اذا هاد المجلس ديال الاقسام هو اللي كيمكننا باش نعرفوا التلاميذ والتلميذات الناجحون والراسبون. اذا هو اللي عنده السلطه انه يحدد العتبه ديال النجاح، ومن بعد كيصيفطها للمديريه الاقليميه. اذا باش نجاوب على استفسارات التلاميذ والتلميذات اللي كيساينوا باش يعرفوا واش ناجحين ولا ساقطين، اللي كنقول لكم بانه النجاح ديالكم ولا السقوط ديالكم بيد الاساتذه ديالكم والمؤسسات ديالكم. يعني الا كان مستوى التلاميذ في المؤسسه ديالكم طايح، يعني غالبا ما انه غادي يتم في مجالس الاقسام انه ينزلوا العتبه ديال النجاح وينجح عدد كبير من التلاميذ. واذا كان المستوى ديال التلاميذ عالي فانه غتكون العتبه ديال النجاح حتى هي عاليه. ممكن هذا العام العتبه تنزل كما قلت لكم في الفيديو، هذا الفيديو غادي نخليه لكم الفوق غادي تشوفوه، ممكن تنزل لأربعة ونص في الابتدائي وتسعة ونص في كل من الاعدادي والثانوي، ممكن تنزل اقل من هاد 9.5 و 4.5. مفهوم؟ هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، انا ديما معكم
وكنرحب بجميع استفساراتكم. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.